she's with us. It's highly appreciated to see you here in Algeria. إنه جيد أن نراكم هنا بالجزائر بجانبنا ونحن نعتبر أن المرحلة الأولى للحوار بين الثقافات. سؤالي صبوح هو سؤال بسيط وأود أن أجيب بكل صراحة. هل ما اعتبرتم أن دراستكم طبعا الثمن الذي قد تستغرقه الذي قد طبعا تكلفه هذه الدراسات والعروض في كل ولاية إنه طبعا يمكن هنالك 90% مفهوم، لكن لكي نعتبر ذلك هذا هو سؤالي وشكرا. شكرا. كنت تسأل عن إذا ما كان لديك الزبائن الجزائريين بعين الاعتبار. نعم، إنني أبذل قصارى جهدي لأقوم بدراستي الشخصية. هذا ما نعتبر أنه يكون بالجيد لكم، وبالتالي فإن حرية الصحافة ممكن الآن، وهنالك صحافة غير مستقلة وغير حرة، وهنالك بعض الصعوبات في عرض هذه المعلومات وجعلها مطبقة، أو نتأكد من أنكم ستستعملونها، وبالتالي نحن نأمل من أن الأمر يعمل بشكل جيد، ونحن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، نأخذ بعين الاعتبار البلد تطوره وكذا التطورات التي يشهدها، ونحن نأخذ ذلك بعين الاعتبار. نعم نعم، إن الأمر صعب، لكن سأقول لكم إن بعض تلك الأمور صعب حتى بالولايات المتحدة الأمريكية. فبالوايومينغ على سبيل المثال، ما يعمل بالوايومينغ لا يعمل بضرورة بنيوجيرسي، وبالتالي فإن طبيعة هذه المعلومات التي نود أن نزودكم بها، وبالتالي نود أن نعرف ما هو الأمثل لكم وكيف يمكن أن تستخدمون، لكن سأمنحكم وسأزودكم بمعلومات أكثر وتفاصيل أكثر، وهكذا يمكنكم أن تحصلوا عليها. كذلك نحن نتمنى من تغيير وجهة نظر الجزائر حسب وجهة نظر مدونتنا ومجتمع الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكنكم أن تلاحظوا على الخط كيف نعمل الأمور، وهذا طبعا يسهل الأمور، ونتمنى من أن ذلك سيسمح لكم بالحصول على المعلومات التي سنقدمها لكم ليس غدا أو الأسبوع القادم، لكن نتمنى أن ذلك مستقبل قريب سنزودكم بذلك. شكرا جزيلا للدكتور تاتا وللجميع، لقد كانت طبعا خبرة تربوية جيدة، وشكرا لحسن انتباهكم، لقد كانت